احنا هنا الان جايين نقول لكم خبر انه تم افتتاح معرض سامسونج داخل فيرجن ميجا ستور اللي في الريد سي مول. واحنا داخلين الان فيرجن ميجا ستور اللي في الوجه امامنا هذا هو معرض سامسونج. في معرض سامسونج داخل فيرجن ميجا ستور حنتعرف على احدث التقنيات والتكنولوجيا تبعت السامسونج جالاكسي او هواتف سامسونج الذكيه وكل الاكسسوارات التابعه ليها. وزي ما احنا شايفين هنا عندنا سامسونج جالاكسي اس 7 ايدج والجالاكسي اس 7، وهنا عندنا التاب اي، تاب اس 2، النوت 5، وعندنا الكثير من الاكسسوارات والملحقات الخاصه بجوالات سامسونج. سارعوا الان ولفتره محدوده جدا، اذا اشتريتوا جالكسي اس 7 او اس 7 ايدج حتحصلوا على شاحن متنقل سريع الشحن بالمجان، الكمية محدودة.